البلاد سيلز كلها جايه من خليه واحده، تتذكروها ولا ما تتذكروها؟ هذا دكتور، صار منين ستيم جايه؟ سيلز، ستيم سيلز دكتور. عافيه. الستيم سيلز، من جايه هذه الستيم سيلز؟ هيماتوبويتيك ستيم سيل. من عافيه، هيماتوبويتك ستيم سيلز منين جايه؟ من الاندوديرم لو الميزوديرم لو الاكتوديرم؟ من الميزوديرم. كل البلاد سيلز ميزوديرم العيار. دكتور جاي من الميزوديرم العيار. فاذا هنا عندنا الهيماتوبويتك ستيم سيلز هي ميزودرمال ان اورجن، وتعتبر هي هاي الهيماتوبويتك ستيم سيلز هي الريسبونسبل فور ذا فورميشن اول بلاد سيلز. من اقول اول بلاد سيلز بمعنى اخر الاريثروسايت والديفرنت تايب اوف لوكوسايت بالاضافه الى البلاتيليتس. الاريثروسايت different type of leukocyte وكذلك البلاتيليتس، كل هذه الخلايا جايه من هذه الخليه اللي هي يسميها الستيم سيلز او الهيماتوبويتيك ستيم سيلز، اللي راح اسميها اليوم اسميها البلورو بوتنشال ستيم سيلز. بلورو بوتنشال ستيم سيلز. طبعا احنا قبل لا ناخذ الهيماتوبويسيس، قبل لا ناخذ الهيماتوبويسيس لازم نعرف النورمال شيب of the different type of the blood cells. يعني الـ RBCs لازم نعرف شكلها الخاص الماتشور، وكذلك الـ different type of leukocyte يعني النيوتروفيل الزونوفيل والبيزوفيل، هاي ثلاثة هم الجرانيولر لوكوسايت واللمفوسايت والمونوسايت، كلها لازم نعرف شكلها الماتشور لأن كلهم والبلاتليتس كذلك لان كلهم دول جايين من خليه واحده اللي هي اسميها البلورا بوتنشال ستيم سيلز. واحنا نعرف الار بي سي تختلف عن النيوتروفيل، والنيوتروفيل تختلف عن المونوسايت، والمونوسايت تختلف عن اللمفوسايت بالشكل. لذلك يجب ان نعرف شنو التغيرات اللي صارت على الستيم سيلز او البلورا بوتنشال سيلز حتى انطتني هذه الماتشور سيلز. عمليه الهيماتوبويسيس، عملية الهيماتوبويسيس تتم وين تتم؟ خلال من داخل من تتم عملية الهيماتوبويسيس وين يصير؟ بون مارو دكتور، هواي مراحل. اول مرحله هي تكون بالبون مارو باليورك ساك، العفو باليورك ساك لما يكون الطفل بعد امبريو، بعدين ما يتقدم يصير الليفر هو البريدوميننت اكثر واحد، وتجي السبلين واللمف نود، ورا السبلين واللمف نود اخر ترايمستر بالحمل يبدي البون مارو واللونج والممبرينس، العفو اللونج بون والممبرينس، بعد الولاده يكون اللونج بون والممبرينس ايضا، بعد تقدم العمر يظل بس الممبرينس، هسه احنا الكبار بس عندنا ممبرينس، هاي مراحل عمرنا. عافية عليك. فإذا ممبرينس البون مارو مال ممبرينس هنا بون. الهيماتوبويتك سيستم، هسه نجي على الهيماتوبويتك سيستم، احنا مو قلنا دراستنا هاي السنه راح تصير السيستمز. الهيماتوبويتك سيستم هو المسؤول عن عمليه الفورميشن اوف بلاد سيلز. مثل ما حكى زميلكم قبل شويه تتم عمليه الهيماتوبويسيس تختلف من مرحله الى مرحله، يعني بالامبريو وهذا هم نتطرق له ان شاء الله بالامبريولوجي، بالامبريو اول مرحله قبل لا يتكون الليفر والسبلين والليمفاتيك والليمف نود قبل لا تتكون دولة الهيماتوبويتك سيستم هو يعتبر اليولك ساك. قبل لا يتكون البون مارو او البون نفسه، قبل لا يتكون البون لان البون يبدي التخلق مالته بال 12 ويكس يعني بالشهر الثالث من البريجنانسي. قبل لا يتكون البون مارو داخل البون الليفر والسبلين والليمف نودز هي المسؤوله عن الهيماتوبويسيس مثل ما حكى قبل شويه زميلكم. اما بالنسبه بالادلت فالبون مارو، بالادلت فهو البون مارو، والبون مارو المكان مالته من اسمه بون مارو يعني داخل من داخل البون. ويختلف فنان طبعا البون مارو عندنا تو تايب اوف ذا بون مارو، تو تايب اوف ذا بون مارو، الفيرست وان اللي هو اليلو بون مارو والسكند وان الريد بون مارو. الريد بون مارو خلينا نقول الفيرست وان، واليلو بون مارو هو السكند وان، لان الاكتف هنا الريد لو اليلو بالتاكيد شنو؟ الريد بون مارو هو الاكتف دكتور.
ريد وغاد. ريد تأكيد الريد بون مارو. فإذا البون مارو ما كان داخل البون قبل شوية زميلكم تطرق كلش في تطرق كلش حلو على البون مارو بس كموقع، يعني هنا بالإنفانت بالشايلد باليونج يكون البون مارو كله تقريبا ريد بون مارو، ريد بون مارو. فإذا الريد بون مارو بالإصغار يكون موجود داخل كل العظم، يعني داخل البون مارو كافيتي وداخل تو اكستريميتيز البروكسيمال والديسال اكستريميتيز، يعني داخل الشيفت وداخل الاكستريميتيز، وكذلك بالفلات او الممبرينا سبون. يعني هو سماها الممبرينا سبون، انا اسميها الفلات بون، خلينا نقول سبونجي بون. سبونجي بون، سبونجي بون، احنا نعرف السبونجي بون احنا من اخذنا العام قلنا موجود بالاكستريميتيز وموجود كذلك بالفلات بونز بالميدل بارت اوف ذا فلات بونز. فاذا بالسبونجي بون داخل البون مارو سبيسز، داخل البون مارو سبيسز، وبالشيفت داخل البون مارو كافيتي. بعد ذلك طبعا بزياده العمر زياده اللينث زياده الطول بالشخص راح يصير هوايه ريد بون مارو، فيحل محله. شنو يحل محل قسم من عنده؟ يحل محله اليلو بون مارو، ما يحتاج الجسم الى هذه الكميه من البون مارو لتكوين البلاد سيلز، فيحل محل الريد بون مارو في قسم من المكانات، وتبدي هنا بالشيفت، تبدي بالبادي اوف ذا لونج بون، وبعد ذلك يستقر هنا الريد بون مارو داخل الاكستريميتيز وداخل سبونجي بون داخل البون مارو سبيسز. فاذا هنا عرفنا وين موقع البون مارو. عمليه الهيماتوبايسيس بالتانيلي فورميشن اوف بلاد سيلز، وهنا تم على اكثر من مرحله. الاولى اسميها الاريثروبويسيس، الاريثروبويسيس، والاريثروبويسيس يعني الفورميشن اوف اريثروسايت، فورميشن اوف ار بي سيز، الاريثروبويسيس فورميشن اوف ار بي سيز. المرحله الثانيه او الجزء الثاني الجرانيولوبويسيس، جرانيولوبويسيس، والجرانيولوبويسيس تعني لي فورميشن اوف جرانيولار لوكوسايت، formation of granular leukocyte. وهنا الجرانيولار لوكوسايت اللي هي نيوتروفيل والايزونوفيل والبيزوفيل، يعني ثلاثتهم بمرحله واحده، بعدين يصير بهم ديفرنشيشن الى نيوتروفيل وايزونوفيل وبيزوفيل. الجزء الثالث اللي هو الليمفوبويسيس، وهي الفورميشن اوف ذا ليمفوسايت. الجزء الرابع المونوبويسيس، وهي الفورميشن اوف ذا مونوسايت. واخر شيء الثرومبوبويسيس، وهنا فورميشن اوف ذا بلاتيليتس. فاذا هنا اريثروبويسيس، جرانيولوبويسيس، مونوبويسيس، ليمفوبويسيس و ثرومبوبويسيس، هذه كلها اجزاء للهيماتوبويسيس، اجزاء للهيماتوبويسيس. والهيماتوبويسيس يتم في عمل في سيستم اللي هو الهيماتوبويتيك سيستم، واحنا قلنا بالادلت هو البون مارو. إذا داخل البون مارو طبعا هنا عملية الإريثروبويسيس هي مراحل تطور الإريثروسايت. عملية الجرانيولوبويسيس مراحل تطور النيوتروفيل والإيزونوفيل والبيزوفيل. المونوبويسيس مراحل تطور المونوسايت، واللمفوبويسيس مراحل تطور اللمفوسايت، وكذلك الترومبو مراحل تطور البلاتيليتس. هذه كلها وين تتم؟ تتم داخل البون مارو، وهي عبارة عن سيريز، سلسلة من الميتوتيك ديفيجن، سلسلة من الميتوتيك ديفيجن، سلسلة من الانقسامات الثنائية اللي تحصل على من؟ تحصل على قبل شوية احنا حكيناها البلورا بوتنشال سيلز او الهيماتوبويتيك ستيم سيلز، تحصل على هاي الخلية اللي هي نفسها وحدها وتنطيني اجزاء. اذا كانت للاريثروبويسيس تروح للسيريز مال الاريثروبويسيس او سلسله الاريثروبويسيس، اذا هاي الخليه الجرانيولوبويسيس تنطيني او النيوتروفيل او ايزونوفيل او بيزوفيل تروح على الجرانيولوبويسيس، واذا كانت للليمفوسايت تروح للسيريز للليمفوبويسيس والبلاتيليتس الى الميجا كاريوبويسيس. فاذا هنا هذه كلها السلاسل من الانقسامات وين تتم؟ تتم داخل البون مارو، يعني سيريز مال الاريثروبويسيس داخل البون مارو،
الجرانيولوبايسز داخل البون مارو، وكذلك الليمفو والمونوبايسز بالاضافه الى الفورميشن اوف بلاد، كلها داخل البون مارو تصير. كلها تصير وين داخل من؟ داخل البون مارو. اللي يخرج ده خارج البون مارو هو شنو؟ الماتشور سيلز، يعني داخل البلاد سيركوليشن تخرج لي الاريثروسايت. يعني من اشوف اماتشور اريثروسايت داخل البلاد سيركوليشن اقول عندي مشكله، يعني اكو حاجه تامه الى البلاد سيلز بحيث خرجت الاماتشور. يعني لو ما محتاجين اني زياده للاريثروسايت كان ما خرجت الاماتشور، فاذا اكو مشكله. نفس الشيء هنا بالنسبه للنيوتروفيل ايزونوفيل بيزوفيل واللمفوسايت المونوسايت، كل الاماتشور تبقى داخل من؟ داخل البون مارو، ومن تحتاج الجسم تخرج الى البلاد سيركوليشن وكذلك البلاتيليت. اذا هنا نجي على مكونات البون مارو، نجي على مكونات البون مارو. هسه انا حكيت احد المكونات، من يقدر يقول لي شنو هي احد المكونات اللي حكيتها قبل شويه من مكونات البون مارو؟ دكتور الهيماتوبيوتيك كوردز او هيماتوبيوتيك ستيج سيلز. هيماتوبايتيك ستيم سيلز او سيريز اوف هيماتوبايتيك ستيم سيلز، هيماتوبايتيك كورد نفسهم. يعني انا من اقول هيماتوبايتيك كورد اوف اريثروبويسيس، هيماتوبايتيك كورد اوف جرانيولوبويسيس، هيماتوبايتيك كورد لللمفو مونوبويسيس، وكذلك للفورميشن اوف البلاتيليتس عن طريق الميجا كاريوبويسيس. إذن هاي أول مكونات. إذن الستيم سيلز أو different stages of erythropoiesis, different stages of granulopoiesis, different stages of monolymphopoiesis, وكذلك different stages of platelets. هذه وين موجودة؟ داخل من؟ داخل البون مارو. هذه أول مكون. إذن المكون الثاني، خلينا إحنا نفكر المكون الثاني شنو هو المكون الثاني؟ ستروما. ستروما. ليش هذه الستروما؟ يعني وين موجود البون مارو؟ وين موجود البون مارو؟ موجود مثلا باللونج بون، خلينا نقول بالبون. البون مارو موجود بالبون. لو عدم وجود الستروما هذه فشو يصير للخلايا؟ يصير بيها سيدمنتيشن، تترسب للاسفل. يعني خاصه اشخاص اكو قسم يركض، قسم يمشي، قسم، فلذلك انها تترسب للاسفل حتى يمنع هذا، او خلينا نقول نحافظ على تجانس تواجد different stages of hematopoietic stem cells داخل البون مارو. لازم يتواجد عندي ستروما، وهذه ستروما شنو هي؟ هي عباره عن reticular connective tissue. reticular connective tissue شبكه من الريتيكولار فايبر والريتيكولار سيلز تحافظ لي على تواجد الهيماتوبويتيك ستيم سيلز في متجانسه داخل البون مارو. الجزء الثالث، هسه احنا صار عندنا جزئين او مكون، يعني الجزء الثالث او المكون الثالث، تكونت الماتشور، تكونت عندي الماتشور سيلز. من تتكون الماتشور سيلز وين لازم تدخل؟ للسيركوليشن، الى البلاد سيركوليشن. شلون تدخل؟ عن طريق الارتريز لو الفينز لو شنو؟ عن طريق عن طريق الكابلاريز، عافية، البلاد سينيسويدال، عن طريق البلاد كابلاريز. هذا من ناخذ، من راح ناخذ الكارديو باسكولار سيستم راح نتطرق، اني قلت عن طريق البلاد كابلاريز. من ناخذ الكارديو باسكولار سيستم راح نتطرق على 3 تايب اوف بلاد كابلاريز. الاول اسميه كونتينيوس كابلاريز. كونتينيوس بمعنى اخر الممبرين مال هذا الكابلاري يكون مستمر، ما بي اي فتحه. فاذا اذا ما بي اي فتحه من الصعب ان تدخل ماتيريالز داخله، صح لو لا؟ وهذا اذا خرجت من عنده ودخلت الى اشياء فقط الاكسجين والكربون دايوكسيد، وهذا موجود بالجسم ككل، يغذي الجسم ينطي الجسم النيوتريشن والكربون دايوكسيد والاكسجين. هذا اسميه كونتينيوس كابيلاري. اكو نوع ثاني من الكابيلاريز اسميه فينستريتد كابيلاريز، بي ثقوب صغار. هاي الثقوب الصغار يدخل من خلالها البروتين، يدخل من خلالها الليبيدز كالهرمونات، بس ما تدخل من خلالها خلايا متكامله. هذا اسميه فينستريتد كابيلاري. هذا يتواجد بالاندوكراين، يتواجد بالسمول انتستين اندوكراين جلاند، يتواجد بالسمول انتستين اللي بيها بروتين هوايه، بيها كربوهيدرات هوايه، بيها ليبيد هوايه، بيها هرمونز.
تدخل من خلالها الى داخل البلاد سيركيليشن. اما داخل البون مارو فيتواجد لازم عندي كابيلاريز ليك يعني بيها مفتوحه وبيها دكتور فتحات كبيره بحيث آسف، بس تدخل من لو خلالها تعيد اسم الكابلاريز. ساينوسويدال كابيلاري. ساينوسويدال كابيلاري فالاول كونتينيوس والثاني فينستريتد مثقب والثالث ساينوسويدال كابيلاري، وقلنا هاي راح نتطرق عليها بالتفصيل بالكارديو فاسكولار سيستم. المهم احنا عندنا داخل البون مارو شنو عندي؟ اهم شيء ساينوسويدال كابيلاري، هذا الجزء الثالث اللي يدخل من خلال البلاد سيلز الى داخل البلاد سيركيليشن. هسه صارت ثلاث مكونات الرئيسيه للبون مارو. ديفرنت ستيب اللي هو بايتيك سيلز، ستروما اللي هي ريتيكولار كونكتيف تيشو، وساينوسويدال كابيلاريز. طبعا بالاضافه للساينوسويدال كابيلاريز البون مارو هم يعتبر تيشو يحتاج نيوتريشن، فتتواجد كذلك الكونتينوس كابيلاريز اللي تنطي الاكسجين وتاخذ من عند الكربون داي اوكسايد. هذه بالنسبه لل اقول الاكتف. اذا كانت الهيماتوبويتيك ستيم سيلز كلش هوايه اقول عليه ريد بون مارو، بس بالادلت من يبدي هنا يحل محل الهيماتوبويتيك ستيم سيلز يحل محلها اديبوز، وخاصه باللونج بون بالشيفت مال اللونج بون، يعني بعد ما احتاجه هالكميه هاي من الهيماتوبويتيك تيشو، فيجي يحل محل الستيم سيلز او يتواجد هنا فات سيلز، عدد كبير من الفات سيلز، يبدي يتحول هنا الريد بون مارو الى شنو؟ يلو بون مارو. يلو يبدي بون مارو. يتحول من الريد بون مارو الى يلو بون مارو. يلو بون مارو، عافيه عليكم، الى يلو بون مارو. فاليلو بون مارو هو نفس مكونات الريد بون مارو، عدا شنو؟ عدا زياده بمن؟ بالفات سيلز. عدا زياده بالفات سيلز او الاديبوز سيلز او اديبوسايت. بس احنا من نحتاج هنا مثلا لا سمح الله صار سيفير بليدنج او صار فقدان كميه كبيره للبلد سيلز او ديستركشن للبلد سيلز بالجسم ويحتاج دائما الى اريثروبويسيس، هل اليلو بون مارو الى قابليه للريفرسبل الى ريد بون مارو؟ نعم دكتور. نعم دكتور. الى احتاج الجسم الى يلو بون، من اليلو بون مارو الى الريد بون مارو. هسه واضح اليلو بون مارو شنو والريد بون مارو شنو؟ اذا هذا تركيبه البون مارو وتركيبه الهيماتوبويتيك خلينا نقول تشو. نجي على شلون يعني السيريز هذه اللي احنا قلنا هيماتوبويتيك ستيم سيلز انطتني هاي الخلايا ككل، انطتني هاي انطتني الار بي سيز، انطتني ديفرنت تايب اوف لوكوسايت الجرانيولار والاجرانيولار لوكوسايت بالاضافه الى البلاتيلت. انا لازم اعرف الشكل الرئيسي للخلايا الماتشور حتى اقارنها بالاماتشور واعرف شنو هذه التايب او السيريز. خلينا نبدي بالماتشور ار بي سيز. الماتشور ار بي سيز لاحظون هذه بالماجنيفيكيشن القليل واللون ماجنيفيكيشن ار بي سيز سايز مالته صغير، يعني اذا نقارن مثلا بالاذر تايب اوف لوكوسايت قد يصل الى 7 مايكرون. هذه احنا ماخذيها باي كونكيف ديسك نانو نيوكليوتيد. شوفوا والسيتوبلازم خلينا نكبرها شويه هنا باحظنا. اول شيء السيتوبلازم فولد بيمن بالهيموغلوبين، والهيموغلوبين بروتين، والبروتين ياخذ الاسيدوفيليك ستيننج يعني اللون الاحمر. نانو نيوكليتد، اكو نيوكليوس هنا ماكو نيوكليوس، وشكله يكون باي كونكيف ديسك وسمول، سايز مالتها قليل يعني ما يتجاوز 7 مايكرون. هذه الار بي سي الماتشور. بس الاماتشور، الاماتشور لا، الاماتشور تشبه للمفوسايت، هذه لمفوسايت بس تشبهها منو؟ الاماتشور ستيم سيلز. الاماتشور ستيم سيلز بمعنى اخر حجمها شو يكون؟ كبير طبعا، اكبر من اللمفوسايت، اكبر يعني اذا هذه هنا تقريبا 9 او 10 مايكرون، الستيم سيلز او البلورال بوتنشال سيلز قد يصل الى 30 مايكرون. السيتوبلازم
بيزوفيليك ستينينج تحتوي لي على لارج نيوكليوس. شوف هاي الستيم سيلز هذه، بس انا هنا صوره مال الليمفوسايت بس قلت تشبه الليمفوسايت. شوف هنا بالاماتشور، هذا بالاماتشور، بالماتشور لا ماكو نيوكليوس، سيتوبلازم احمر لان هيموغلوبين بروتين والسايز مالتها قليل. اذا صارت تغيرات هنا، تغيرات متتاليه، خلال هاي التغيرات الاريتروسايت فقدت النواه وتحول السيتوبلازم من بيزوفيليك الى اسيدوفيليك بالاضافه الى صغر الحجم. هاي التغيرات وين كلها موجوده؟ داخل البون مارو. من اعرف اني الماتشور اريتروسايت راح يسهل علي اعرف الاماتشور، اذا اعرف الماتشور يسهل علي اعرف الاماتشور. الليمفوسايت قلنا الليمفوسايت تشبه من؟ تشبه الستيم سيلز، بس يختلف شنو يختلف عنها؟ الحجم. فلذلك هنا أنا الحجم مو عندي يعني فد سيجنيفيكنت بالتغير. فلذلك هنا أنا اقول it is difficult to study the lymphopoiesis والmonopoiesis. lymphopoiesis والmonopoiesis difficult to study. ليش difficult to study؟ لان الستيم سيلز تشبه الدوتر سيلز، يعني الليمفوسايت والمونوسايت النواة مالتهم سفيريكال والسيتوبلازم بيزوفيليك ستينينج وتكون كبيرة الحجم، والستيم سيلز هم نفس الشيء. فلذلك difficult to study. بس من اجي على الجرانيولوبويسز، من اجي على الجرانيولوبويسز اذا كانت النيوتروفيل واذا كانت ايزونوفيل واذا كانت بيزوفيل، هاي الجرانيولوبويسز الماتشور سيلز شو تكون؟ الماتشور سيلز تكون سفيريكال، هذه تشبه ما يخالف الستيم سيلز. بس هناك النيوكليوس قلنا سفيريكال، هنا النيوكليوس بيها لوبيليتد، هنا لوبيليتد النيوكليوس بالنيوتروفيل وباليزونوفيل لوبيليتد والبيزوفيل لوبيليتد، اذا صار نيوكليوس. السيتوبلازم هناك بيزوفيليك ستيننج نان جرانيوليتد، هنا اكو جرانيول، اذا اكو نيوتروفيليك جرانيول وباليزونوفيل ايزونوفيليك جرانيول والبيزوفيل اكو بيزوفيليك جرانيول، اذا تغير بالنيوكليوس تغير بالجرانيول، وهذه تغيرات نشوفها بالديفرنت ستيج اوف جرانيولو بويس. يعني هسه هذه عندي ماتشور ايزونوفيل جرانيولز نيوكليوس مو سفيريكال لوبيليتد، بالاماتشور يفترض ان تكون النيوكليوس سفيريكال وماكو جرانيولز. فلذلك هنا اكو اختلافات بين الماتشور والاماتشور، فسهلت علينا عمليه تكوين الايزونوفيل والنيوتروفيل وكذلك البيزوفيل. بيزوفيل هسه الماتشور جرانيوليتد، بيزوفيليك جرانيول النيوكليوس مالتها تكون بايلوبد، وكذلك هنا السيتوبلازم جرانيوليتد، هذه ايزونوفيل لوبيليتد النيوكليوس جرانيولز اسيدوفيليك جرانيولز، هذه ماتشور. اذا هنا اكو فرق بين الاماتشور والماتشور بحسب الخليه، يعني بالاريثروسايت، بالاريثروسايت الماتشور ماكو نيوكليوس، سيتوبلازم اسيدوفيليك ستيننج والحجم مالها صغير. بالجرانيولوبويسز الماتشور بيها جرانيولز والنيوكليوس مالها لوبيوليتد والحجم مالتها كذلك يكون سفيريكال ان شيب. اذا تغير هنا تغيرات، اذا بالاريتروبويسز هسه راح نجيها بالتفصيل. قلنا بالنيوتروفيل سوري بالليمفوسايت او الليمفوبويسز و المونوبويسز، it is difficult to study الليمفوبويسز والمونوبويسز. ليش؟ لأن الماتشور سيلز بالكاركترستيك فيتشر مالتها تشبه الدوتر سيلز، يعني السيتوبلازم بيزوفيليك ستينينج، النيوكليوس سفيريكال، سيتوبلازم نن جرانيوليتد. ولو اجي على الام ماتشور يعني الستيم سيلز هم نفس الشيء، لارج سفيريكال نيوكليوس وسيتوبلازم بيزوفيليك ستينينج. فلذلك نقول difficult to study الليمفوبويسز وكذلك المونوبويسز، هذه الليمفوسايت وهذه المونوسايت. اذا الاكر الهيماتوبويسز
أكر داخل البون مارو قلنا حسب إذا كان باليورك ساك وإذا كان بالليفر والسبلين بالإضافة إلى البون مارو. بعد يعني خلينا نقول بال 12 ويكس، قبل ال 12 ويكس بالليفر والسبلين، بعد ال 12 ويكس 24 يبدأ يعني بالبون مارو وبال 2 ويكس داخل اليورك ساك. تحدث مايتوتيك ديفيجن عدة انقسامات لهذه الخلية لحصول على إما ريتروبويسك ستيم سيلز أو الجرانيلوبويسز أو لينفو أو مونو بالإضافة إلى البلاتيليتس، وهذه تدخل تحدث داخل من داخل البون مارو، داخل البون مارو. والبون مارو قلنا أما موجود داخل البون مارو كافيتي باللونج بونز وبالإكستريميتيز داخل البون مارو سبيسز داخل سبونجي بون. نجي على التشنجز اللي تحدث بالإريثروبوليسيس. لاحظوا هنا هذه الماتشور، ماتشور إريثروسايت اللي تخرج داخل أو تدخل داخل بلاس سيركوليشن. دايميتر مالها 7 مايكرون، نانو نيوكليتد، فيلد وذ هيموغلوبين، يعني هنا هيموغلوبين اللي هو عبارة عن بروتين ياخذ الأسيد وفليكستيني. بالإماتور، بالإماتور قبل طبعا البرو إريثروبلاست سميناها البلورو بوتنشال سيلز، قبل البرو إريثروبلاست يعني اكو اماتشور هم قبل البرو اريثروبلاست نسميها البلورو بوتنشال سيلز، او اللي هي عباره عن هيماتوبويتيك ستيم سيلز. هيماتوبويتيك ستيم سيلز اسميها البلورو بوتنشال سيلز. تحتاج هنا يحتاج الجسم الى اريثروسايت، هاي الخليه تنطيني كولوني فورمينج يونت او سي اف يو، كولوني فورمينج يونت يعني كولونيز، مستعمرات المن للاريثروبويسيس، مستعمرات الاريثروبويسيس من البلورو بوتنشال سيلز. هاي المستعمرات من الاريثروبويسيس الفيرست ريكوجنايزد سيلز بالاريثروبويسيس اسميها البرو اريثروبلاست، برو اريثروبلاست. اذا البرو اريثروبلاست تشبه الستيم سيلز اللي هي البلورو بوتنشال سيلز، لارج سيلز، لارج سايز، سيتوبلازم كيزوفيليك ستينينج، نيوكليوس لارج نيوكليوس، هذه كلها مواصفات تختلف عن الار بي سي. فلذلك هنا بالتشينجز ديورنج اريثروبويسيس ايش راح يصير؟ اول شيء لوست المن للنيوكليوس، يعني قل بالدي ان اي، شوفوا النيوكليوس هنا صغرت بالحجم، صغرت اكثر، صارت جانبيه فقدت. سيتوبلازم هم اكو بيه تغيرات، سيتوبلازم هنا بيزوفيليك ستيننج سترونج، بيزوفيليك ستيننج بعدين صار بيزوفيليك ستيننج، بعدين صار لا هو بيزوفيليك ولا هو اسيدوفيليك، بعدين صار اسيدوفيليك ستيننج سيتوبلازم. هاي مراحل لها مسميات. اول مرحله بالسيريز مال اريثروبويسيس اسميها البرو اريثروبلاست، البرو اريثروبلاست. المرحلة الثانية أسميها بيزوفيليك إريثروبلاست، بيزوفيليك إريثروبلاست. المرحلة الثالثة أسميها البولي كروماتوفيليك إريثروبلاست، بولي كروماتوفيليك إريثروبلاست. والمرحلة الرابعة أسميها النورمو بلاست، نورمو بلاست. والنورمو بلاست تنطيني الإريثروسايت. برو إريثروبلاست أول مرحلة، بيزوفيليك إريثروبلاست، بولي كروماتوفيليك إريثروبلاست، نورموبلاست، وآخر شيء إريثروسايت. شوفوا أهم التغيرات اللي صارت. التغير الأول، سوري، التغير الأول بالسيتوبلازم
وهو تحول السيتوبلازم من بيزوفيليك ستينينج، تحول السيتوبلازم من بيزوفيليك ستينينج تدريجيا الى اسيدوفيليك ستينينج. نقدر يقول هنا الصف الاول انا حكيت حكايه، اذا قلنا السيتوبلازم سترونج بيزوفيليك ستينينج بمعنى اخر شو تواجد هنا داخل السيتوبلازم؟ بولي رايبوسومز. بولي رايبوسوم تواجد عندي الرايبوسومز، عدد كبير جدا من الرايبوسومز، والرايبوسومز بروتين دكتور من البروتين اكيد. اذا هنا عندي رف اندوبلازميك ريتيكولم، عندي رف اندوبلازميك ريتيكولم، فلذلك تاخذ هنا بيزوفيليك ارثروبلاست. ليش؟ لان موجود السيتوبلازم بيزوفيليك. ليش؟ لان موجود بكميه كبيره جدا من الرايبوسومز او الرف اندوبلازميك ريتيكولم، فلذلك سموها البيزو فيليك إرثروبلاست. من يبدي يتكون البروتين؟ البروتين احنا قلنا يا لون ياخذ البروتين؟ ياخذ اللون الاسيدوفيليك الاحمر، اسيدوفيليك ستينينج، الاسيدوفيليك ستينينج، والرايبوسوم تاخذ البيزوفيليك ستينينج. فلذلك هنا يتواجد بروتين ويتواجد رايبوسوم لونها لا هو احمر ولا هو بنفسجي، لا هو بنفسجي للرف اندوبلازميك ريتيكولم ولا هو احمر للبروتين، إذن متعدد أسميه بولي كروماتوفيليك إريتروبلاست. بولي كروماتوفيليك إريتروبلاست من يتواجد كمية أكبر من البروتين لون أحمر، النواة تأخذ إكسنتريك لوكيشن أسميها نورموبلاست، وآخر شيء من تفقد النواة تتحول إلى إريتروسايت. هذا التغير الأول بالسيتوبلازم، بيزوفيليك إريتروبلاست، بولي كروماتوفيليك إريتروبلاست، نورموبلاست، وإريتروسايت. التغير الثاني هو قلة بسايز مالت من مال النيوكليوس وفقدانها، قلت سايز للنيوكليوس مع الت... مع ال... مع التقسيمات او الميتوتيك ديفيجن. فعندي هنا لارج نيوكليوس تصير سمول، تصير اكسنتريك وتنفقد. بعض الاحيان يتكسر النيوكليوس داخل السيتوبلازم بشكل شبكه ريتيكولار، وهذه الخليه نسميها ريتيكولوسايت. يعني اذا تكسرت النيوكليوس داخل السيتوبلازم وتنفقد بشكل هسه نشوفه بعد شويه نسميها ريتيكولوسايت، وتنفقد هاي الفراجمنت مال النيوكليوس وتتحول الى اريتروسايت. التغير الثالث هو صغر الحجم. يعني شوف الحجم هنا البرو إريتروبلاست كانت كلش كبيره، الايرلي او البيزوفيليك إريتروبلاست اصغر مع الميتوتيك ديفيجن، بعدين الميدل إريتروبلاست او البوليكروماتوفيليك اصغر، بعد النورمو اصغر، واخر شيء البلاتيليت اصغر سوري الاريتروسايت او الار بي سيز تكون صغيره سايز مالها ما يتجاوز 7 مايكرون. اذا ثلاث تغيرات، تغير السيتوبلازم، تغير النيوكليوس، بالإضافة إلى تغير السايز. لاحظوا بالجرانيولور جرانيولو بويسس، بالجرانيولو بويسس تغيرات اللي بالجرانيولو بويسس. الجرانيولو بويسس إحنا عندنا أما نيوتروفيل أو إيزونوفيل أو بيزوفيل. الجرانيولو بويسس إما إيزونوفيل أو بيزوفيل أو نيوتروفيل. قلنا الستيم سيلز، الستيم سيلز متشابهة، يعني لو نقارنها باللي بالبرو إريتروبلاست قبل شوية تشبه البرو إريتروبلاست، صح لو لا؟ يعني هنا النواة كبيرة شكلها سفيريكال وسيتوبلازم بيزوفيليك ستينينج، بس اكو جرانيولز هنا نانو سبيسيفيك جرانيولز، فلذلك هنا اسميها المايلوسايت. هذه المايلوسايت اللي راح تنطيني شنو؟ اما تنطيني ايزونوفيل او تنطيني بيزوفيل او نيوتروفيل. مايلوسايت، المايلوسايت هنا طبعا منين جايه؟ جايه من خليه قبلها اسميها برو مايلوسايت، برو مايلوسايت او يسموها المايلوبلاست، مايلوبلاست. والمايلوبلاست تنطيني البرو مايلوسايت، والبرومايلوسايت تنطيني المايلوسايت. المايلوسايت باعوا هنا لارج سيلز
سبيريكال نيوكلياس وبها جرانيولز، وبها جرانيولز سبيريكال جرانيولز هنا من تصير مايلوسايت تصير سبيسيفيك جرانيولز، من تصير مايلوسايت تصير سبيسيفيك جرانيول. شنو معنى سبيسيفيك جرانيول؟ اما نيوتروفيل سبيسيفيك جرانيول تنطيني النيوتروفيل، او اذا شفتها لون احمر اسيدوفيليك جرانيول تنطيني اسيدوفيل، او اذا الجرانيولز لون بنفسجي بيزوفيليك جرانيول تنطيني البيزوفيل. اذا هنا التغير عن اللي قبل شويه شفناها فقط بالسبيسيفيك جرانيول، فلذلك هنا ما قلت عليها برو اريثروبلاست، قلت عليها مايلو سايت تشبه البرو اريثروبلاست عدا وجود هنا السبيسيفيك جرانيول. بس هل تبقى هاي الخليه هالشكل وتنطيني نيوتروفيل او ايزونوفيل او بيزوفيل؟ لا، راح يصير عليها عدة تغيرات، لأن أنا لو أجي على النيوتروفيل والإيزونوفيل والبيزوفيل، النيوتروفيل والإيزونوفيل والبيزوفيل تختلف عن هذه. ليش تختلف؟ هنا أنا النيوكليوس مالت سفيريكال، هنا أنا النيوكليوس شبيها لوبيليتد، هنا أنا السيتوبلازم بي جرانيولز سبيسيفيك جرانيولز very few amount، هنا أنا راح يصير large amount of specific granules، وكذلك الصغر بالحجم. وكذلك صور بالحجم. فإذا هنا تغير بشكل النواة من سبيريكال إلى لوبيليتد نيوكلياس. هل هو مباشرة هنا من سبيريكال يتغير إلى لوبيليتد؟ لا طبعا، يمر بعدة مراحل. يعني إحنا طوبة من تكون سبيريكال من الصعب أن نقسمها إلى أجزاء، إلى أن يعني هنا نسويها بشكل كيدني شيب، يعني تفش الطوبة يطلع الهواء من عندها تصير كبني شيب، وبعدين الكبني شيب تصير تو لوبس، والتو لوبس تصير عدة لوبس. إذن هذه تغير في شكل النواة حتى ينطيني نيوتروفيل، أو تغير في شكل النواة حتى ينطيني إيزونوفيل، أو تغير بشكل النواة حتى ينطيني بيزوفيل. إضافة إلى ذلك زيادة بالسبيسيفيك جرانيول، هنا أنا كمية من السبيسيفيك جرانيول قليلة، هنا أنا أكثر، هنا أنا أكثر، وهنا أنا أكثر بعد زياده بالسبيسيفيك جرانيول حتى تنطيني جرانيولر لوكوسايت. اذا الجرانيولر لوكوسايت تغير بالنيوكليوس وزياده بالسبيسيفيك جرانيول. مسميات هنا المايلوسايت والمايلوسايت، اما تكون نيوتروفيليك مايلوسايت، نيوتروفيليك مايلوسايت، او تكون بيزوفيليك مايلوسايت، او تكون ايزونوفيليك مايلوسايت. هنا على من نعتمد؟ هنا من يقدر يقول لي المايلوسايت اما تكون نيوتروفيليك او ايزونوفيليك او بيزوفيليك؟ على من نعتمد؟ على شكل النواه، على جرانيولز، عافيه، على جرانيولز، عافيه. اذا شفت هنا نيوترينت جرانيولز و فيري فاين سمول جرانيولز اقول عليها نيوتروفيل. اذا شفت الجرانيول لون احمر اقول لارج كور جرانيول اقول عليها ايزونوفيل، واذا شفت الجرانيول بيزوفيليك ولارج اقول عليها بيزوفيل. اذا شفت النيوكلياس شكلها سفيريكال اقول عليها هنا نيوتروفيليك مايلوسايت، نيوتروفيليك مايلوسايت. واذا شفت هنا الجرانيولز حمر والسفيريكال نيوكلياس اقول عليها ايزونوفيليك مايلوسايت. هسه لاحظوا هنا هسه هذه جرانيولز يا لون نيوتروفيليك، لاحظوا هنا الجرانيولز يا لون ماخذ هنا احمر اسيدوفيليك، هنا احمر اسيدوفيليك، وهنا نيوتروفيليك، وهنا البيزوفيليك ما لون بنفسجي. لاحظوا بشكل النواة هنا، هاي النواة سفيريكال، هاي النواة سفيريكال، هاي النواة سفيريكال، هاي النواة سفيريكال، هذه ثلاثتهم عبارة عن مايلوسايت. بس هذه نيوتروفيليك مايلوسايت، هذه أسيدوفيليك مايلوسايت، وهذه بيزوفيليك مايلوسايت. مثل ما قال قبل شوية زميلكم اعتمادا على من؟ على الجرانيولز، لأن شكل النواة هنا واحد، هنا سفيريكال، هنا سفيريكال، وهنا سفيريكال. بس من يبدي يصير شكل النواة كدني شيب، من يبدي يصير شكل النواة كدني شيب نيوكلياس، تتحول من مايلوسايت إلى شنو؟ ميتا مايلوسايت، إلى ميتا مايلوسايت. يعني راح يصير عند نيوتروفيليك ميتا مايلوسايت،
اسيدوفيليك ميتا مايلوسايت، او بيزوفيليك ميتا مايلوسايت. الميتا مايلوسايت اعتمدنا عليه من؟ على الكدني شيب نيوكليوس. بس من قلنا نيوتروفيليك ميتا مايلوسايت اعتمدنا بالكلمة نيوتروفيل على نيوتروفيليك جرانيوس. نفس الشيء هنا اعتمدنا اسيدوفيليك او ايزونوفيليك ميتا مايلوسايت. من قلت ميتا مايلوسايت اعتمد على من؟ على شكل الكدني شيب نيوكليوس، لان احنا قلنا مو راسا من سفيريكال تصير لوبيليتد، لا تمر بمرحله نسميها الكدني شيب نيوكليوس، او شكل الميتا الكدني شيب نيوكليوس ينطيني دلاله على الميتا مايلوسايت، وزياده بالجرانيولز هنا تبقى هنا اما اسيدوفيليك او نيوتروفيليك او بيزوفيليك ميتا مايلوسايت. من تصير هنا بعد الكدني شيب تصير بشكل يو شيب نيوكليوس، تصير بشكل يو شيب نيوكليوس قبل لا تصير لوبيليتد. من تصير اليو شيب نيوكليوس نسميها الباند، باند نيوتروفيل، باند نيوتروفيل. طبعا هاي معظم الكتب تشير بانه فقط للنيوتروفيل لانه مالتي لوبيليتد نيوكليوس تمر بمرحله الباند. اما الايزونوفيل والبيزوفيل فلا، مباشره من الميتا تنطيني الماتشور. ليش؟ لانه مو مالتي لوبيليتد. النيوتروفيل مالتي لوبيليتد، فلذلك راح تمر خلال الباند، ما يسمى بالباند نيوتروفيل، باند نيوتروفيل. فاذا لاحظوا هنا التغيرات اللي صارت. نرجع على خلينا قبل لا احكي بالجرانيولوبويسيس ارجع على الاريثروبويسيس بهذا الشكل. على الاريثروبويسيس لاحظوا هنا الاريثروبويسيس، هذه البلورو بوتنشال سيلز، البلورو بوتنشال سيلز اما المايلويد تنطيني او الليمفويد. المايلويد اما اريثروبويسيس او بلاتيليتس او جرانيولوبويسيس. الليمفويد بالتاكيد راح تنطيني الليمفو سايت. عندي هنا البلورو بوتنشال سيلز راح تنطيني المايلويد سيلز، وهنا اما تتحول الى برو اريثروبلاست، برو اريثروبلاست، او تتحول الى مايلوبلاست او لنفوبلاست او مونوبلاست، هذه كلها او مونوبلاست او ميجا كريو بلاست. اذا تحولت الى برو اريثروبلاست تنطيني سيريز مال اريثروبويسيس، الى برو مايلوبلاست تنطيني سيريز مال جرانيولوبويسيس، اما الليمفوبلاست والمونوبلاست تنطيني الليمفوبويسيس والمونوبويسيس، والميجا كريوبلاست تنطيني البلاتيليتس. الميجا كريوبلاست تنطيني البلاتيليتس. شوفوا التغيرات اللي هسه حكيناها قبل شويه عن الاريثروبويسيس. قلنا شكل الخليه طبعا هنا متشابه، هذه الخليه كلها متشابهه. ليش متشابهه؟ سيتوبلازم بيزوفيليك، نيوكليوس سفيريكال، تحتوي لي على مور ذان وان نيوكليولس. نفس الشيء هنا سفيريكال نيوكليوس، مور ذان وان نيوكليولس، والسيتوبلازم بيزوفيليك ستينيك. بالميجا كاريوبلاست نفس الشيء، باللمفو نفس الشيء، بالمونو نفس الشيء، بالجرانيولو نفس الشيء. بس بنرجع على الماتشور هنا ماكو نيوكليوس، ماكو عندي او السيتوبلازم صار من ازرق الى احمر. هذه مراحل الاريثروبويسيس، مراحل الاريثروبويسيس اللي قلنا عليها برو اريثروبلاست، بيزوفيليك اريثروبلاست، برو اريثروبلاست، بيزوفيليك اريثروبلاست، بولي كروماتوفيليك اريثروبلاست، نورموبلاست، وقد تمر بمرحله قلنا عليها الريتيكولوسايت. الريتيكولوسايت يعني يصير ديستركشن للنيوكليوس داخل السيتوبلازم، تنطيني فراجمنت مال النيوكليوس، واخر شيء اريثروسايت. بالنسبه للجرانيولوبويسيس، جرانيولوبويسيس هنا برو مايلوسايت، وتنطيني المايلوسايت. شوفوا المايلوسايت سفيريكال، جرانيولز سبيسيفيك جرانيولز، الميتا سفيريكال، لا هنا الكدني شيب الميتا مايلوسايت، كدني شيب وسبيسيفيك جرانيول.
اليو شيب باند نيوتروفيل، وهنا أنا اما نيوتروفيل قلنا او ايزونوفيل او بيزوفيل. واضحه هسه هنا أنا بالنسبه للاريثروبويس والجرانيولوبويس لو اعيدها. اعيد لو واضح جيد. قلنا it is difficult to study the lymphopoiesis والmonopoiesis. ليش؟ لأن الستيم سيلز هنا تشبه من؟ تشبه الدوتر سيل. يعني هنا النيوكليوس سفيريكال، هنا النيوكليوس ايش فيها؟ هم سفيريكال. سايتوبلازم هنا بيزوفيليك، هنا سايتوبلازم بيزوفيليك ثاني. فلذلك تقول نفس الشيء بالنسبة للمونو. It is difficult to study monopoiesis والlymphopoiesis within the blood sorry bone marrow smear. نسيت اتطرق على شلون ندرس البلد سمير وشلون ندرس البون مارو سمير. احنا حكينا عن البلد سمير، نفس الشيء بالبون مارو سمير، هل نقدر ناخذ بون مارو ونسوي سمير، يعني نسوي على السلايد شلون نسوي البلد سمير نفس الوضعيه ونصبغها بصبغه البلد الليمرانوفسكي ستينز الرايت الجمزه الليشمان وندرسها تحت اللايت مايكروسكوب. اخر شيء عندي فورميشن اوف بلاتيليتس، فورميشن اوف بلاتيليتس قلنا برو ميجا كوريو طبعا هي الميجا كوريوسايت اللي تنطيني ميجا كاريوسايت اللي تنطيني البلاتيليتس. شوفوا البلاتيليتس هنا، البلاتيليتس من نعرفها نقول فراجمنت اوف سيل، ما نقول عليها سيل، نقول عليها فراجمنت اوف سيل. هذه السيل شنو هي؟ هي الميجا كوريوسايت، ميجا كاريوسايت اللي موجود داخل البون مارو. اذا هذه الميجا كوريوسايت تبقى داخل البون مارو وتنطيني فراجمنت من عندها، تنطيني تخصرات وتتجزأ هاي التخصرات وتنفقد من الخليه، وهاي الاجزاء هي عباره عن البلاتيليتس. اذا البلاتيليتس هي فراجمنت اوف سيلز، وهاي السيل اللي هي الميجا كاريوسايت. منين جايه الميجا كاريوسايت؟ جايه من الميجا كاريوبلاست. الميجا كاريوبلاست والميجا كاريوبلاست منين جايه؟ من البلوروبوتنشال سيل. الميجا كوريوساي بلاست تكبر بالحجم، التغيرات اللي راح تصير عليها تكبر بالحجم. شوفوا عدا هذول كلهم يظهرون بالحجم. ليش يصير بها مايتوتيك ديفيجن؟ اسف، يصير بها مايتوتيك ديفيجن، يعني اذا سيريز مال اريثروبويسز تصغر، سيريز مال الجرانيلوبويسز تصغر، الليمفو والمونو كلها مايتوتيك ديفيجن وتصغر عدا البلاتيليت. الميجا كاريوبلاست تصير صغيره والنيوكليوس مالتها سفيريكال بها عدة نيوكليولس، بعدين هنا تكبر بالحجم تفقد النيوكليولس تصير ميجا كوريو برو ميجا كوريو سايت برو ميجا كوريو سايت. من يصير هنا فيري لارج سيلز ولوبيليتد النيوكليوس عدة لوبس، شوفوا عدة لوبس النيوكليوس، ويبدي السيتوبلازم هنا فريجمنتيشن للسيتوبلازم تصبح ميجا كاريوسايت. اذا ميجا كاريوبلاست برو ميجا كاريوسايت، وهنا الميجا كاريوسايت، والميجا كاريوسايت تنطيني او فراجمنتيشن اوف السيتوبلازم فقط، سيتوبلازم فقط، الميجا كاريوسايت تنطيني البلاتيليتس. اذا السيريز للميجا كريوبويسز ميجا كاريوبلاست برو ميجا كاريوسايت ميجا كاريوسايت، والتغيرات زياده بالحجم زياده باللوبيليشن للنيوكليوس، وجود الفرجمنتيشن على الميجا كاريو يعني سايت ينطيها الارجولار شيب سيلز ولارج. نفس الشيء الليمفوبويسز الليمفوبلاست برو ليمفوسايت ماتشور ليمفوسايت، ليمفوبلاست برو ليمفوسايت ماتشور ليمفوسايت، المونوبلاست برو مونوسايت والمونوسايت، مونوبلاست برو مونوسايت والمونوسايت. وهنا أنا قلنا يعني ما تدخلوا بها هوايه، ليش؟ لانه الستيم سيل تشبه لي الدوتر سيل. عفوا دكتور، ممكن سؤال؟ نعم دكتور، كيف افرق بين التي لمفوسايت والبي لمفوسايت؟ يعني شلون اعرف هاي الخليه راح تنتج بي لمفوسايت او بي لمفوسايت؟ بالهيستولوجي، بالهيستولوجي يعني انت دراسه الهيستولوجي اندر ذا لايت مايكروسكوب، بس فقط هنا ما نقدر نفرق بين التي لمفوسايت والبي لمفوسايت فقط بالاميون فلورسنت مايكروسكوب.
اما بالهيستولوجي فهي كلها لمفوسايت. ما قلت اني نهائيا ما قلت لا تي ولا بي لمفوسايت، صح ولا لا؟ صح. هنا بس فقط بالاميون فلورسنت مايكروسكوب نقدر نفرق بين تي لمفوسايت وهنا على الريسبتورز اللي موجوده على الشعر. تمام. هسه منو اريد الطالب الشاطر يقول لي هسه هذه الخليه ايش سميتها ولو مكتوبه قدامكم، بس هذه شنو خليه هذه ايش سميناها؟ الريتيكولو سايت. عافيه. زين هسه هنا ما مكتوب قدامكم شلون صارت هاي الريتيكولو سايت، نتيجه شنو؟ ديستركشن اوف ذا نيوكليوس. في ديستركشن اوف ذا نيوكليوس داخل مرحله استرود اوف النيوكليوس وبقت الرفنت لازم تتكلم. مالك من النيوكليوس من يقدر يقول دكتور مال اما شهور ار بي سيز صارت بها خروج يعني طلعت منهم الرفنت بلازميكولم طلعت رفنت بلازميكولم ثم هو الريتيكولوس اللي هي المرحله الاخيره قبل ما تشوف الرفنت بلازميكولم. هنا ما موجود عندي بني لان صار بروتين كله صار بروتين هنا هي النيوكليار صار بها ديستركشن للخلية اللي هي سميناها النورمو بلاست. الخلية اللي سميناها النورمو بلاست اخر مرحلة النورمو بلاست بعدين ريتيكولوسايت بعدين تنطيني ار بي سي. هنا أنا من اشوف هذه الخلية داخل البلاست سيركوليشن شنو رأسا يجي ببالي؟ هايبوكسيا. عند حاجة زيادة للدم خلل التصنيع. عافية كلها صحيح. اذا هنا أنا هايبوكسيا انيميا زياده حاجه للزياده بالار بي سيز فلذلك هنا نقص بالبيتا دخلت الاماتشور ار بي سيز داخل البلاد سيركوليشن والاماتشور هنا تعني لي الريتيكولو سايت. جيد. هاي الخليه هسه اكبر خليه هاي طبعا شوف هذه كلها خلايا بس هاي الخليه اكبر خليه سيتوبلازم مالتها يكون irregular outlines النيوكليوس مالتها تكون lobulated. من يقدر يقول لها يا خلية؟ ميجا كاريوسايت. ميجا كاريوسايت ميجا كاريوسايت عافية عليك. نجي هنا يلا من السبق هذه الخلية هاي الخلية مونوسايت نيوتروفي مودا. أول شيء طبعا هذا بون مارو. ليش عرفت هذا بون مارو؟ لأنه موجودة بيه نيوكليات السيلز هواية. هاي نيوكليات السيلز ما راح أقول هاي شنو هاي نيوكليات السيلز كلها هواية موجودة عندي. بما أنها هواية موجودة المفروض هنا أنا بس يعني إذا بلد سمير مو بون مارو سمير تظهر لي وحدة نيوكلياتيد سيلز وواضحة إما لمفوسايت أو مونوسايت أو إيزونوفيل أو بيزوفيل أو نيوتروفيل هاي الخلايا الاعتيادية. بس هنا أنا لا لاحظوا هسه هاي الخلية شوفوا أول شيء فاين جرانيولز ثاني شيء كيدني شيب نيوكلياس المن هنا هذا بالسيريز مالت من مال الريتروبويسيز لو الجرانيولوبويسيز بما انه فاين جرانيول عافيه بالضبط هنا نيوتروفيليك ميتا مايلوسايت عافيه عليك. هذه هنا ممكن ان نعتبرها شنو نيوتروفيل. ليش؟ لان هنا صارت هنا لوبيليتد نيوكليوس هاي لوبس نيوتروفيل تشبه هذه مو صحيح؟ عدا هنا كدني شيب هنا لا باي لوبس. زين هذه وهذه اللي مكتوب عليها الدي سيتوبلازم شنو لونه؟ بيزوفيليك نواه مالت سفريكال لو كدني لو شنو؟ سفريكال لابس سفريكال بيها جرانيولز داخل السيتوبلازم لو ماكو جرانيول تصوره المن هاي راح بازوفيليك ريتروبلاست اسمك انت امام حماد عافية عليك بازوفيليك ريتروبلاست. اذا هنا بازوفيليك
اريثروبلاست سيتوبلازم بيزوفيليك ستيننج نيوكليوس لارج نيوكليوس هذه نفس الشيء بيزوفيليك اريثروبلاست بس هنا انا اشوف صح سفيريكال نيوكليوس السيتوبلازم لا هو ازرق ولا هو احمر لا هو ازرق نفس هذا ولا هو احمر ايش نقدر نقول عليه هنا بوليكروماتيكال بوليكروماتوفيل اريثروبلاست بوليكروماتوفيليك دكتور بس سؤال ده ممكن دكتور شلون ممكن الأسئلة بالأخير إن شاء الله إن شاء الله عافية عليك وعافية هنا نباع هسه هذه نيوتروفيل صح له لا ليش نيوتروفيل لأن لوبيوليتد نيوكليوس صح له لا مالتي لوبيوليتد دكتور مالتي لوبيوليتد نيوكليوس مالتي لوب إذا نيوتروفيل ماتشور بس هذه تشبه هذه لو ما تشبهها كشكل عام عدل النيوكلياس تشبهها دكتور لان الفاينل جرانيول عافيه عدل النيوكلياس هنا نشبهها هاي هنا كدني وهاي هنا ملتي لوبيليت اذا نقول هنا هاي هنا ميتا يعني ميتا نيوتروفيليك ميتا مايلوسايت نيوتروفيليك مايلوسايت وهاي ماتشور مايلوسايت وهنا العفو ماتشور نيوتروفيل لاحظوا هنا spherical nucleus لو kidney shape spherical cytoplasm بجرانيولز ماخذ لون احمر اذا هنا ايش راح اقول عليه هاي الخليه ازينوفيل ازينوفيل غلط دكتور هاي بعد ميتا ازينوفيلك بعد ما غلط ميتا مايلوسايت ازينوفيلك ازينوفيل مال ازينوفيل مايلوسايت مايلوسايت إزينوفيليك مايلوسايت من أقول ميتا لازم الكدني شيب نيوكليوس هنا أنا مو كدني شيب نيوكليوس بس من أقول مايلوسايت سفيريكال نيوكليوس صحيح إذا سفيريكال نيوكليوس سيتوبلازم موجود بجرانيولز أسيدوفيليك جرانيولز إذا هنا أنا لأنه النيوكليوس سفيريكال أقول مايلوسايت هنا أنا الجرانيولز أسيدوفيليك فإذا نقول إزينوفيليك مايلوسايت ليش قلت هنا أنا نيوتروفيليك ميتا يعني كدني شيب نيوكليوس كدني شيب نيوكليوس هنا نتابع للبيزوفيل هم نفس الشيء هنا بيزوفيليك مايلوسايت بيزوفيليك مايلوسايت نعم هسه هذه واضحه كل شيء هنا هنا تقريبا كدني شيب نيوكليوس كدني شيب نيوكليوس وهنا السيتوبلازم بجرانيولز بي اسيدوفيليك جرانيولز اذا ازيد اسيدوفيليك ميتا مايلوسايت هنا بيزوفيليك مايلوسايت هنا نشوف بيزوفيليك اريثروبلاست بيزوفيليك اريثروبلاست ليش اريثروبلاست لان هاي من السيريز مال الار بي سيز مو من السيريز مال النيوتروفيل والايزونوفيل من السيريز مال الاريثروسايت بيزوفيليك ستيننج سيتوبلازم ما بي جرانيولز سفيريكال نيوكليوس اذا نقول عليه بيزوفيليك اريثروبلاست بس هذه اقول عليه بولي كروماتوفيليك اريثروبلاست المرحله اللي بعد هذه بولي كروماتوفيليك اريثروبلاست هنا انا اقول عليها نيوتروفيليك ميتا مايلوسايت وهنا اقول عليها نيوتروفيل ماتشور نيوتروفيل جيد هنا انا ميتا مايلوسايت وهنا نشوفه لاحظوا هنا هذه اللي عليها المؤشر نيوكليولس وهذه نيوكليولس هذه نيوكليولس وهذه نيوكليولس داخل النواة وهذه نيوكليولس تقريبا ثلاثة واحدة اثنين ثلاثة فإذا هنا قبل البرو إريثروبلاست وقبل البرو مايلوسايت وقبل الليمفوبلاست وقبل المونوبلاست يعني هنا بالإماتشور ستيم سيلز بالإماتشور ستيم سيلز نعم هذه الميجا كاريو سايت واضحة لمواضحة هاي الميجا كاريو سايت كلش واضحة هنا البوليكروماتوفيليك إرثروبلاست بوليكروماتوفيليك وهنا مايلو سايت هنا مايلو سايت لأنه كون النيوكلياس هنا سفيريكال مايلو سايت كون النيوكلياس سفيريكال شيء هذا بلاد سمير يوضح لي النيوتروفيل ويوضح لي كذلك الليمفو سايت